قال: إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأبي، إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأبي والجد ولو القاضي، ولو كان القاضي، فلا يصح النكاح أصلا بغير كفء أو بغبن فاحش في المهر. إذا شرط صحة تزويج غير الأب والجد أن يكون الزوج كفءا وأن يكون بمهر مثله، حتى ولو كان المزوج القاضي. ويصح بالكفء وبمهر مثله، ولكل منهما يعني الصغير والصغيرة إذا لم يرضى بالنكاح ولو بعد الدخول خيار فسخه بالبلوغ، خيار فسخه بالبلوغ أو العلم به بعده. يعني قد الصغير والصغيرة يزوجهما غير الأب والجد كالقاضي مثلا، ولكن لا يعلمان بهذا الزواج إلا بعد البلوغ، يعني لا يشترط من وجود العقد الدخول والوطأ، فلم يعلما بهذا العقد إلا بعد أن بلغا، أخبرا بأن فلان تزوجك وأنت صغيرة، بأن فلان زوجك لفلانة وأنت صغير، فأخبرا بعد البلوغ فلهما الخيار في ذلك. قال: وإن ولي واحد من القسم الثاني عقد الزواج، عقد الزواج، من هم أصحاب القسم الثاني؟ من هم أصحاب القسم الثاني؟ قال: وهو غير الأبي، وهو غير الأبي أو الجد، وإن على، وإن على، والابن وإن سفل، وهو غير الأبي والجد وإن على، يعني وغير، وإن على يعني وإن على غير الأبي والجد، وإن على غير الأبي والجد، يعني كان يكون الأخ مثلا، الأخ الشقيق، والابن يعني وغير الابن، وغير الابن، وإن سفل. ولو كان الأمة الذي زوج كان الأم أو القاضي بأن زوج الأخ أخته، أو زوجت المرأة بنتها، أو القاضي اليتيمة التي لا ولي لها من الأقارب، فلا يصح العقد أصلا إذا كان الزوج غير كفء، سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويا له أو أكثر. حتى ولو كان مهر المثل أكثر، ما دام الزوج غير كفء، ما دام الزوج غير كفء لا يصح العقد. أو كان الزوج كفءا والمهر أقل من مهر المثل، كذلك لا يصح العقد. وكان الغبن فاحشا إذ اليسير مغتفر به، يعني لو زوج كان مهر مثلها 100 وزوجها 99 وكان الزوج كفءا يصح درهم، يعني يتغابن فيه، يتغابن في، تساهل فيه، تسامح الناس فيه. قال: ويصح الزواج وينفذ غير لازم، يعني على الرغم من ذلك عندما يزوج غير الأب والجد أيا كان هذا المزوج، زوج الصغير والصغيرة، يصح وينفذ هذا النكاح، ولكنه غير لازم. ماذا يعني غير لازم؟ ذكرنا أكثر من مرة معنى غير لازم، أي أنه يملك هذا الصغير والصغيرة الخيار إذا بلغا، يملكان الخيار إذا بلغا. نافذ بمعنى له أن يتمتع بها، ولها يعني له أن يتمتع بها، ويجوز أن تسمح له إن كان صغيرة. يعني قال: ويصح الزواج وينفذ غير لازم إذا كان الزوج كفءا والمهر مهر المثل.
ويترتب على كون العقد غير لازم في هذه الصورة ثبوت الخيار في إمضاء هذا العقد، ثبوت الخيار كما قلنا معنى غير لازم أن يثبت الخيار لكل من الصغير والصغيرة إذا بلغا وعلما بهذا العقد. قال ثبوت الخيار في إمضاء هذا العقد وفسخه لكل من الصغير والصغيرة عند البلوغ أو الإفاقة، يعني إذا كان المزوج مجنونا أو مجنونة بعد أن أفاقت من الجنون قيل لها إن فلان قد تزوجك فقل أنا لا أرضى به فتفسخ العقد. قال ولو بعد الدخول، ولو كان الزوج دخل بها لها أن تختار نفسها وله أن يختار نفسه، طبعا يترتب على ذلك أحكام سيذكرها. قال فإن كان كل من الصغير والصغيرة يعلم بهذا التزوج قبل البلوغ ثبت له الخيار عند البلوغ فور البلوغ مباشرة، يقول أنا أختار نفسي أنا أرفض هذا النكاح إلى آخره، وإن لم يعلم به قبل البلوغ كما ذكرنا قبل قليل ثبت له الخيار وقت العلم به، وقت العلم بهذا الزواج، لأنه لا يتصور ثبوت الخيار في شيء قبل العلم به. قبل كيف يثبت لي الخيار بهذا الأمر وأنا لا علم لي به بالأصل؟ فأثبتناه عند تصوره وهو وقت العلم. فقد علم من هذا أنه عندما يتولى أحد من القسم الثاني الزواج، من القسم الثاني من الأولياء يعني ممن يملكون التزويج كما مر معنا هذا في الدرس الماضي، يصح وينفذ ولا يلزم في الحالة الأولى المتقدمة وهي ما إذا كان الزوج كفءا والمهر مهر المثل، ولا يصح أصلا في باقي الصور. إذا لا يلزم، لا يكون النكاح لازما في الصورة الأولى وهي إذا ما زوج غير الأب والجد، ولو كانت الأم ولو كان القاضي لا يصح ولا ينفذ إلا إذا كان الزوج كفءا وبمهر مثلي. فإذا كان الزوج كفءا وبمهر مثلي صح العقد ونفذ ولكنه غير لازم، صح ونفذ ولكنه غير لازم. أما إذا كان الزوج غير كفء أو كان كفءا ولكن المهر أقل من مهر المثل بغبن فاحش لا يصح هذا العقد أصلا، لا يصح هذا العقد أصلا. قال وبعضهم روى عن سيد أبي حنيفة أن المزوج إذا كان القاضي أو الأمة يكون العقد لازما فلا يثبت الخيار في الفسخ، واستدل على هذا بأن ولاية القاضي تامة، لأن ولاية القاضي تجمع المال والنفس، يعني هو ولي القاضي ولي من لا ولي له، وولاية القاضي على من لا ولاية له ولاية على ماله وعلى نفسه، فلذلك هي ولاية تامة فينبغي أن تكون نافذة لازمة. قال وشفقة الأم، قال ولأن معطوف على الهاء في لأن ولاية القاضي تجمع، ولأن شفقة الأم فوق شفقة الأب، فوق شفقة الأب فكانا كالأب. نعم شفقة الأم فوق شفقة الأب، ولكن غالبا ينقصها التعقل والخبرة والنظر الكامل، فلذلك الشارع لم يجعل ولاية الأم ولاية كاملة، لم يجعلها لازمة ولكن جعلها نافذة، جعلها نافذة ولكن لم يجعلها لازمة، لأن الأم فيها أو المرأة بشكل عام في هذا الأمر تحتاج إلى تدريب وخبرة، والذي يخالط الرجال ويعرف أخلاقهم وسلوكياتهم هو الرجل وليس المرأة.
ولكن الصحيح عدم الفرق بين الأم والقاضي وغيرهما، لأن ولاية الإلزام تبنى على الرأي الكامل كما ذكرت قبل قليل والشفقة الوافرة، والموجود في كل واحد منهما أحدهما، يعني في القاضي الموجود الرأي الكامل، ولكن لا توجد شفقة لأنه لا توجد علاقة رحيمية بين الولي والصغير والصغيرة، وكذلك الشفقة كاملة عند الأم، ولكن ما عندها الرأي الكامل، ما عندها الرأي الكامل. قال: ولأن ولايتهما ولاية القاضي والأم متأخرة عن ولاية الأخ والعم، فإذا ثبت الخيار في الحاجب، في الحاجب الذي هو يعني ثبت الخيار في الحاجب الذي هو الأخ، يعني ولاية الأخ مقدمة على ولاية الأم، فإذا كان الأخ إذا زوج الأخته الصغيرة العقد طبعا زوجها بالكفء ومهر المثل، ثبت كان العقد صحيحا نافذا غير لازم، فإذا ثبت الخيار في حق الحاجب الذي هو الأخ الشقيق فمن باب أولى أن يثبت الخيار في حق المحجوب الذي هو الأم والقاضي، ففي المحجوب من باب أولى. وقال أبو يوسف: لا يثبت الخيار للصغير والصغيرة بالبلوغ ولو كان المزوج غير الأب والجد، لأن النكاح عقد لازم، وقد صدر هذا العقد اللازم من الولي فلا يفسخ قياسا على الأب والجد، ولأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر. يعني الشارع يقول أبو يوسف: الشارع لما جعل ولاية للأم على العقد؟ لولا أنه لاحظ فيها النظر الكامل لما جعل لها ولاية، ولولا أن الشارع رأى ونظر وعلم أن القاضي فيه نظر كامل لما أعطاه الولاية. فإذا يقول أبو يوسف: لأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر صيانة عن الإفضاء إلى الضرر، يعني الشارع عندما أعطى الولاية للمرأة لأمرين، لأمر واحد وهو أن يحجب الضرر عن هذا الصغير، وحجب الضرر عن الصغير ليس بإعطاء الولاية فقط بل بإعطاء الولاية لمن يتمتع بالنظر الكامل، فالشارع يرى أن المرأة وأن القاضي كلا منهما يتمتع بالنظر الكامل، فأعطاهما الولاية لرفع الضرر عن الصغير والصغيرة. قال: وإذا صح النظر قام عقد الولي مقام عقده هو بعد بلوغه. قام عقد الولي يعني الأم أو القاضي أو مطلق الولي، قام مقام عقده هو الصغير يعني بعد بلوغه، فيكون العقد النكاحي لازما، يعني لا خيار للصغير والصغيرة بعد بلوغه، فلا يجوز له يعني للصغير والصغيرة إذا كبرا له فسخه أصلا. هذا رأي أبي يوسف. ولأبي حنيفة ومحمد ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام زوج أمامة بنت حمزة وهي صغيرة لسلمة بن أبي سلمة وهي بنت عمه، وقال لها لها الخيار إذا بلغت، يعني من الذي زوجها؟ النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على الرغم من ذلك قال: لها الخيار إذا بلغت، يعني ولي الأولياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وإنما زوجها بالعصوبة لا بالنبوة، زوجها بالعصوبة يعني أنه هو عصبتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت، وإلا لو زوجها بالنبوة لما ثبت لها الخيار، لأنه لا يثبت الخيار مع اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذا اختار لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
انقطع اختيارك، لا خيار لك بعد اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال: ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يزوج أحدا بالنبوة، ولو كان زوج بها لما تقدم عليه أحد، لما تقدم، لا توجد ولاية فوق ولايته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولم ينقل إلينا أنه عليه الصلاة والسلام منع الأولياء من التزويج، وزوج هو زوج. ولأن العقد صدر ممن هو قاصر الشفقة، يعني القاضي أو غير الأم، القاضي أو غير الأم، جميع الأولياء غير الأم كاملة الشفقة، لأن أصل الشفقة موجودة ولكنها قاصرة عند المقابلة بشفقة الأب والجد، فيتطرق الخلل إلى المقاصد فيثبت لهما الخيار. ولوجود أصل الشفقة نفذناه في الحال، قلنا هذا العقد نافذ غير لازم. هذا كل كلام من؟ كلام سيد أبي حنيفة ومحمد. ولقصورها أثبتنا، لقصور الشفقة، إذا لوجود أصل الشفقة قلنا هذا العقد نافذ، ولكن لما كانت الشفقة قاصرة أثبتنا الخيار للصغير والصغيرة إذا بلغا. ويضاف إلى اختيارهم، يضاف العقد إلى اختيارهم إلى نفسهما. إذ الشخص ينظر في شؤون نفسه أكثر مما من غيره، فيبرأ الأولياء عن عهدة اليتامى بخلاف الأب والجد، لأنهما وافرا الشفقة تاما الولاية، فلا نحتاج إلى إثبات الخيار للصغير والصغيرة إذا بلغا. واضح أحبابنا؟ في إشكال إن شاء الله؟ كل واضح كشوار؟ طيب. قال: وعلى هذا من يلحق بالصغير، من يلحق بالصغيرة، بالصغير والصغيرة، يعني كالمجنون إذا زوجه الأب أو الجد أو الابن فلا خيار له بعد الإفاقة، وإن زوجه غيرهم، زوج المجنونة أخوها أو أمها، ثبت له الخيار بعدها. وقال الإمام مالك: لا تثبت ولاية الإجبار لأحد من الأقارب على الصغير والصغيرة إلا للأب، حتى لو زوجهما الجد عند عدم الأب فلا يجوز. وقال الشافعي: وليهما الأب والجد لا غير، إذا كانت الصغيرة بكرا، وإن كانت ثيبا فلا ولاية عليها، حتى لو زوجها الأخ أو العم، أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو الجد كرها لا ينفذ النكاح. إذا ولاية الأب والجد عند الشافعي رحمه الله تثبت فقط للصغيرة البكر. واستدل الإمام مالك أن القياس يأبى أن يكون للشخص على الغير ولاية إذا كان حرا إلا لحاجة، ولا حاجة عند انعدام الشهوة، غير أن ولاية الأب ثبتت نصا على خلاف القياس، فإن سيدنا أبا بكر زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يقاس عليه غيره وهو الجد، ولا يلحق به دلالة، لأنه ليس في معناه، إن الجد ليس في معنى الأب، لأن الولد جزء الأب، فكانت الولاية للأب عليه كالولاية على نفسه، والجزئية قد ضعفت في الجد، وشفقته قد نقصت فلا يكون في معناه. قلنا الآن في الرد على استدلال الإمام مالك: لا نسلم أن ثبوت الولاية على الحر على خلاف القياس. قال الإمام مالك: الولاية على الحر هي على خلاف القياس، على خلاف القياس. قال أئمتنا: لا نسلم أن الولاية على الحر هي على خلاف القياس. ليه؟ قال: بل هو موافق للقياس. ولاية الحر، الولاية، ثبوت الولاية على الحر هي موافقة للقياس وليس مخالفة للقياس. لما؟ ما هو الدليل؟ قال: لأن النكاح يتضمن المصالح، لأن النكاح يتضمن المصالح من التناسل
والسكن والازدواج وقضاء الشهوة، ولا تتوفر إلا بين متكافئين عادة، ولا يتفق الكفء، أي لا يوجد لا يعثر على الكفء في كل وقت. فأثبتنا الولاية في حال الصغر إحرازا للكفء لكل من يتأتى منه الإحراز أبا كان أو غيره. واستدل الشافعي أن الولاية للنظر، أن الولاية إنما تثبت بسبب النظر في مصلحة هذا المولى عليه، والنظر لا يتم إلا بالتفويض، النظر الكامل لا يتحقق إلا بالتفويض، عفوا النظر الكامل، النظر الكامل لا يتم، لا يتحقق بالتفويض إلى غير الأب والجد. النظر الكامل، رعاية المصلحة الكاملة، لا تتحقق بالتفويض إلى غير الأب والجد. فقلنا الأب عند الشافعي قال الولاية إنما تثبت للأب والجد في حق الصغيرة البكر. فقال الشافعي رحمه الله والنظر لا يتم، النظر الكامل لا يتحقق بالتفويض إلى غير الأب والجد. لما؟ قال لقصور شفقته وبعد قرابته، ولذلك لا يملك غيرهما التصرف في المال، مع أنه أدنى رتبة لكونه وقاية للنفس، فلأن لا يملك التصرف في النفس وهو أعلى من باب أولى. ودليلنا أن الولاية للنظر، يعني أن الولاية إنما ثبتت للنظر، سبب ثبوت الولاية إنما هو رعاية مصلحة هذا المولى عليه، وهو أي النظر موجود في كل قريب، يعني كل قريب يعني فطرة جبلة طبيعته تدفعه إلى رعاية مصالح قريبه. طبعا تتناسب هذه هذا النظر أو هذه الرعاية تتناسب، يعني تتناسب نسبتها بتناسب القرب، قربا وبعدا، لذلك كانت أعلاها في الأب والجد، في الأب والجد، لأن القرابة داعية إليه إلى النظر كما في الأب والجد. فإن النظر فيهما، فإن النظر فيهما لم يثبت إلا من القرابة. غاية ما في الباب أنه متفاوت كما ذكرت قبل قليل كمالا وقصورا بقرب القرابة وبعدها، فكلما قربت القرابة ازداد كمالا، وكلما بعدت القرابة ازداد قصورا. لكن ما في البعيدة من القصور ممكن التدارك، متى كيف يتدارك؟ بكون العقد غير لازم، فأظهرناه في سلب ولاية الإلزام، جعلنا العقد نافذا غير لازم، فجعلنا لهما خيار البلوغ. فإذا بلغا ووجدا الأمر على ما ينبغي كما يحبا، ورأت البنت أن الزوج صالح وجيد يوافقها فتقرها بالنكاح، كذلك الصبي وجد الزوجة على دين وخلق واستقرار واستقامة وصلاح يقر ذلك النكاح. قال فإذا بلغا ووجد الأمر على ما ينبغي مضيا على النكاح، وإن وجدا خللا بقصور الشفقة والنظر فسخ النكاح، بخلاف التصرف في المال. الآن يستدل على يرد استدلال الشافعي. الشافعي قال إذا لم تثبت لأولئك الولاية على المال وهو أدنى من الولاية على النفس، من باب أولى ألا تثبت الولاية على النفس، إذا لم تثبت الولاية على الأدنى لا تثبت على الأعلى. قال لا لا لا، هذا الكلام غير هيك، في الزواج الكلام غير هذا المنحى، غير. ليه؟ قال بخلاف التصرف في المال، لأن الخلل الواقع بسبب القصور غير ممكن التدارك، يعني العلاقات المالية لا يمكن أن تتدارك. يعني إذا جعلنا للرجل سلطان على مال الصغير فباع واشترى، هذا البيع، هذا الخلل لا يتدارك بالبلوغ. ليه؟ لأن هذا المبيع تتداوله الأيدي، فإذا باع عقارا بمئة وكان يساوي ألف مثلا، وبعد البلوغ أراد أن يسترجع هذا الصغير عقاره، لا يستطيع أن يسترجع هذا العقار. فإذا الخلل والقصور في البيع غير قابل للتدارك بخلاف الخلل والقصور في التزوج، فإذا يكون هذا القياس قياسا مع الفارق.
قال بخلاف التصرف في المال أن الخلل الواقع بسبب الحصول غير ممكن التدارك لأنه يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الولي ثم يبيع المشتري الآخر ثم إلى آخره، وقد يغيب بعضهم ولا يمكن توقف ذلك كله إلى وقت البلوغ، فلا تفيد الولاية إلا ملزمة، يعني لا تفيد الولاية في البيع إلا ملزمة ولا إلزام مع القصور. بخلاف المتناكحين فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبا، فكان التدارك بالتوقف إلى البلوغ ممكنا. ويؤيد كلام سيد أبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الإنكاح إلى العصبات، كما تقدم لك شرحه في المادة 36.